السلام عليكم، هنا القاهرة. ملفنا اليوم عن بلدين إفريقيين أكل عليهما الدهر وشرب، تفاصيلهما صعبة وواقعهما أصعب وأصعب. بلدان يتنافسان في تقليد بعضهما البعض حتى تحتار في أمرهما، ولسان حالك يقول هو ذاته نفس المشهد بحذافيره، رأيته من قبل أراه من جديد. الحديث ها هنا عن مالي والصومال، والتقليد ها هنا ليس تقليدا في بناء ونمو، ليس في سعي وعمل كي يرتقي إلى حال أفضل، بل تقليد للسير على درب يهبط بهما إلى هاوية سحيقة قاعها جمر متقد. كلتاهما يتنافسان في شح الموارد، يتباريان في فقر مدقع، يتشابهان في جماعات إرهابية تقتل أي فرصة لاستتباب أمن يجلب استثمارا وأملا في غد أفضل، وأخيرا يتماثلان في رحيل بعثات حفظ السلام الدولية عنهما لينظر في مرآة المستقبل، فإذا به مستقبل ضبابي غامض الملامح، مرآة مستقبل يضيع المشهد منها، بل وقد تختفي المرآة ذاتها إذا حدث فراغ أمني يفسح المجال لإرهاب وتطرف يزداد توحشا، فراغ قد يزيد نزوحا ومآسي إنسانية، قد يترك أناسا بلا حلم في غد أفضل، قد يقلق دولا في الجوار على حدودها المخترقة التي قد تحمل تهديدا وفزعا. أيبقى الحال على ما هو عليه أم تغير الأيام هكذا مشهد؟ سؤال لا يملك أي أحد إجابة عليه سوى الأيام والسنين. سلمنا الله وإياكم. وقد قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، وينص هذا القرار على إنهاء مهمة البعثة في مالي في اعتبارا من 30 يونيو الماضي، إلى جانب وقف أنشطة جنود حفظ السلام ابتداء من 1 يوليو، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء بحلول 31 ديسمبر المقبل. وفي الصومال أيضا، وبعد نحو عقدين من بناء السلام والاستقرار، تتوجه بعثة الاتحاد الإفريقي إلى إنهاء وجودها في الأراضي الصومالية في غضون عام ونصف العام. التفاصيل في تقرير مراسلنا عدنان عبدي. رسميا الدفعة الأولى من قوات أدمس تغادر الصومال، دفعة تتألف من 2000 جندي أخلت 7 قواعد عسكرية في جنوب الصومال في 3 ولايات، حيث سلمت 6 معسكرات إلى الجيش الصومالي بينما أغلق معسكر آخر. انسحاب تدريجي يتم عبر آلية تنسيق ثلاثي بين الصومال والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. نحن واثقون جدا سيكون الجيش الصومالي قادرا على تحمل المسؤوليات الأمنية في هذه المنطقة، وهذا يتماشى مع بناء القدرات والنقل التدريجي لاستلام المهام الأمنية عبر التنسيق الوثيق الذي نقوم به بالشراكة بين أثميس والقوات الصومالية. القوات الصومالية تستلم قواعد قوات حفظ السلام واحدة بعد الآخر لتبرهن جاهزيتها في تولي مسؤولية أمن البلاد بعد عقد ونصف من مساندة دولية وإقليمية.
استلمنا قواعد عسكرية استراتيجية من قوات أتميس. نحن جاهزون ومتحمسون جدا لنطلع بمسؤولياتنا بتوجيهات من القيادة السياسية العليا، قادرون أيضا على حماية استقرار وأمن البلاد. تبذل الصومال مساع دبلوماسية حثيثة بقيادة الرئيس الصومالي لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 3 عقود، وتتزامن تلك الجهود في مرحلة حاسمة لاستقرار وأمن الصومال، حيث مقادرة القوات الأفريقية والحرب على الإرهاب وبناء الجيش الوطني. بالنظر إلى هذه التطورات المهمة، أطلب منكم أيها المندوبون الموقرون دعم دعوتنا من أجل الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، ومن خلال القيام بذلك سوف تمكننا من تأكيد سيادتنا على مكافحة الإرهاب بشكل فعال وبناء مستقبل سلمي ومزدهر لأمتنا. من المقرر أن تغادر الدفعة الثانية من أتمس في سبتمبر المقبل، في حين يرى مراقبون أن مغادرتها ليست مناسبة نظرا لتعقيدات الوضع الأمني وسط تزايد المخاوف من تداعيات سلبية لعملية الانسحاب على استقرار الصومال. من مقدشو عدنان عبد علي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. وللمزيد من النقاش والتحليل اسمحوا لي أن نرحب بضيوف ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية. من القاهرة الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. ومن باريس بفرنسا السيد علي المرعبي، الكاتب والباحث السياسي. ومن مقديشيو بالصومال السيد ياسين سعيد، الكاتب الصحفي الصومالي. أهلا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية. واسمحوا لي أن أبدأ من هنا من القاهرة والدكتور محمود. دكتور محمود، بعد إلحاح باماكو، مجلس الأمن الدولي أنهى أو ينهي بعثة الأمم المتحدة في مالي، ما دوافع تلك الخطوة في تقديرك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. في البداية يعني قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 30 يونيو من يعني العام الجاري، والمتعلق ب يعني سحب قوات يعني بعثة الأمم المتحدة المتعددة متعددة المهام والمتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، يعني قد جاء بناء على طلب من الحكومة المالية في منتصف مايو الماضي. يعني نحن بنعلم أن هناك ثلاثة مبادئ تحكم يعني نشر الأمم المتحدة لأي بعثة لحفظ السلام في أي دولة في العالم. المبدأ الأول هو مبدأ موافقة الدولة المستضيفة للبعثة، يعني يجب أن يكون هناك موافقة من الدولة التي سوف يعني تنشر بها بعثة للأمم المتحدة. يعني نعم نتفهم ذلك بالتأكيد، لكن البعثة موجودة منذ 10 أعوام، منذ 2013. نعم، يعني هذا الأمر يعني عندما يعني طلبت الحكومة المالية أن يتم يعني اتخاذ قرار بسحب هذه البعثة، يمكن قراءة ذلك في ضوء مجموعة من العوامل الأساسية. العامل الأول أن النظام الحاكم في مالي يعني يتبع أو يتبنى مجموعة من القرارات خلال الفترة الأخيرة لها علاقة بيعني تقليص حجم الوجود الأجنبي داخل مالي. يعني هناك مؤشرات عديدة لهذا الأمر وهذه التحركات خلال يعني السنوات الأخيرة وخلال يمكن العام الماضي تحديدا. تابعنا يعني في العام الماضي في يناير 2022 قرار من حكومة باماكو أو الحكومة المالية. هذا القرار يعني يعتبر أنه السفير الفرنسي في مالي سفيرا غير مرغوبا فيه، وهذا الأمر استتبعه أنه فرنسا تبنت قرار في فبراير من العام الماضي في إطار القمة الأوروبية الإفريقية. هذا القرار يعني يقضي بسحب القوات الفرنسية التي تشارك في عمليات حفظ السلام، سواء في إطار عملية برخان أو في إطار القوة الأوروبية المعروفة باسم تاكوبا. وبدأنا نشهد فعليا انسحاب جميع العناصر الفرنسية. هم في ذات الإطار ساووا بين القوات الفرنسية وبين القوات الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة. نعم، يعني المبدأ العام بالنسبة للنظام الحاكم الانتقالي الآن في مالي هو مبدأ يعني يصب في إطار يعني إلغاء وليس تقليص الوجود الأجنبي، إلغاء الوجود الأجنبي تماما
على المستوى الفعلي في عمليات حفظ السلام في مالي. على هذا الإلغاء بالتأكيد هناك مخاطر. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من باريس السيد علي. سيد علي، ما هي مخاطر وآثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من مالي حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أعتقد أن عمليات سحب القوات سواء من خلال بعثة الأمم المتحدة أو من خلال وجود الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا يعني من مالي أتى بناء لطلب الحكومة المالية. هي توجهت ضمن إطار يعني الاستقلال والسيادة الوطنية على مالي، بغض النظر عن المخاطر الجانبية التي قد تنعكس سلبا على الاستقرار في مالي، ولكن من المعروف أن التدخل الأجنبي في أي دولة يكون لمصالح دولية وليس لها علاقة بالمصالح الوطنية لهذا البلد ولشعب هذا البلد، وهذه تجارب الشعوب وتجارب الدول كثيرة. إذن عملية محاولة استعادة السيادة إن صح التعبير بين مزدوجين للحكومة المالية دفعتها إلى طلب قبل عدة أشهر من فرنسا سحب قواتها بسرعة من مالي، ومن ثم طلبت في من خلال قبل شهرين تقريبا من الأمم المتحدة أن تسحب قوات الحفظ السلام في مالي. طبعا الوضع في مالي غير مستقر وهو ينعكس بكل المنطقة اللي هي الوضع في المنطقة الصحراء. بأكملها غير مستقر، يعني حتى طبعاً جنوب مالي تتواجد بوركينا فاسو. منذ لحظات ورد إلينا خبر يفيد أن هناك يعني مقتل 15 مدنيا في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو، منطقة أثيوبيا بعد الحرب لإقليم تيغراي. الآن في السودان هناك مشاكل متعددة في السودان، وهناك تدور للأسف راح يعني حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحتى في الصومال أيضا الوضع غير مستقر، وللأسف أن هذا البلد الشقيق قد تم تحويله منذ أكثر من 3 عقود إلى دولة فاشلة، وخاصة بعد الحرب التي شهدتها مقاطعة أوغادين والتدخل الأجنبي وتحديدا الأمريكي في الصومال، وما رافقه طبعا من ظهور قوات يعني إسلامية تحت شعار محاربة التدخل الأجنبي، ولكن هي كانت تعمل لمصالح محلية ذاتية ولمصالح إقليمية ودولية. إذن الاستقرار في كل المنطقة هي هو استقرار هش وقابل للانفجار في أي وقت وقابل للزعزعة في أي وقت. من هون أنا بعتقد أنه حكومة مالي تحديدا حسب وجهة نظري هي تحاول أن تبني نوع من الاستقلالية الوطنية السياسية والأمنية ضمن حدودها الجغرافية. سيد مرعبي، لا أعتقد، هل تسمعني الآن أم لا؟ نعم تسمعني. كنت أتحدث عنه أن التوتر ليس في مالي فقط لكن في كل المحيط حول مالي، يعني في جنوب مالي تتواجد بوركينا فاسو. منذ لحظات ورد إلينا خبر بخصوص مقتل 15 مدنيا في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو، المحيط كله مضطرب. صحيح هذا اللي كنت عم أقوله أنا، أنه المنطقة كلياتها غير مستقرة وقابلة للزعزعة في أي وقت، سواء يعني من تشاد إلى مالي، بوركينا فاسو، الصومال، السودان للأسف حاليا، أثيوبيا قبل سنة. يعني هذه المنطقة كلها اللي تمتد من الصحراء الكبرى إلى منطقة شرق القارة السمراء هي منطقة حاليا غير مستقرة، وأنا أعتقد أن القوات الدولية أو بعثات الأمم المتحدة أو المؤتمر الأفريقي الذي يعني يرسل قوات لحفظ السلام هو يعني حسب وجهة نظري خاصة القوات الدولية هي تأتي ضمن مصالح دولية معينة، وهي غير معنية بشكل فاعل وجدي بتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب هذه المنطقة، سواء كان في الصومال أو مالي أو تشاد أو إلى آخره من الدول، وهذه تجارب كثيرة يعني عبر العالم
شفنا نتائجها من هون. طب اسمح لي أن أذهب بهذا الرأي إلى ضيف الكريم من مقديشيو السيد ياسين. سيد ياسين ضيف الكريم، لماذا ترفض بعض الدول الأفريقية وجود قوات حفظ السلام الدولية على أرضها؟ وأيضا ضيف الكريم من باريس ذكر أن القوات الدولية من وجهة نظره تأتي وسط مصالح دولية خاصة بهذه القوات وغير معنية بتحقيق مصالح هذه الدول، هل تتفق مع هذا المنحى أو هذا الرأي؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأشكركم على هذه الاستضافة، وكذلك أحيي ضيفيك الكريمين. أهلا بك. نعم أوافق برأيهم، بما أنه كثير من الدول الإفريقية أو إفريقيا عموما إذا حصل مشاكل الشعب يرفض، حتى إذا قبلت الحكومات، لكن التأييد الشعبي والحاضنة الشعبية بقوات دولية هي معدومة، بما أنه الشعب مقتنع أن الثمار الذي يجني هذه التي تجني هذه القوات تكون ثمارا بلا فائدة. ويعني في الصومال يعني هذه القوات التي موجودة حاليا قوات أتمس موجودة منذ 10 سنوات أو أكثر، مع ذلك هي لم تسيطر أماكن كثيرة، وكذلك أيضا لم تحتفظ أيضا حتى السلام التي جاءت من أصلها، والتأييد الشعبي لها هو معدوم جدا. وبهذه النقطة أيضا خليني أقول لك شيئا، الحركات الإسلامية أو الجماعات المسلحة هي تستفيد أيضا بتلك النقطة، وهي نقطة التأييد الشعبي بعكس ما تتوقع. طيب لماذا هناك ثمار بلا فائدة كما وصفتها أنت؟ ألا تساعد هذه القوات في حفظ السلام، في الوقوف أمام الجماعات المتطرفة؟ يعني نذكر على سبيل المثال في شهر مايو الماضي كان هناك أعنف هجوم من قبل حركة الشباب الإسلامية أو الإرهابية في الصومال على قوات حفظ السلام الأوغندية، يعني راح ضحيته 54 جنديا. صحيح هذا الكلام، يعني هذا يعني مثلا لما أنت تؤمن بلد كامل وأنت تجيب شيء جيش لازم يكون منتشرا، فإذا جلس في مكان وهو لا يستطيع تحرك، فهذا يعني أنت تسيطر مساحة قدرها مثلا 5 كيلومترات وهو المعسكر الرسمي لك، لكن من يسيطر كل هذه البلدان؟ والشيء الآخر هو الذي يعني إما يساعدك أن تحكم البلد هو الشعب، فالشعب إذا ليس معك وضدك ويرى أنك مثلا إن صح التعبير جلهم يرى أنك غازي ليس إلا، وهناك مصالح ليست مصالح بلدهم، فهذه النقطة كنت أريد أن أقول لك تستفيد الجماعات المسلحة أيضا أو الإسلامية الإرهابية أنه تبيع هذا الشيء وتقول أن القوات الخارجية هي غزت البلد ولازم نحن نحارب معهم علشان حتى يخرجوا من بلدنا، فهذه الفكرة هي التي تكون ثمارهم بلا فائدة أخي الكريم. اسمح لي أن أذهب إلى القاهرة والدكتور محمود ضيف الكريم من هناك. دكتور محمود، البعض يجادل بأن مهمات أصحاب الخوذ الزرقاء أو قوات حفظ السلام الدولية قد فشلت باستمرار في التعامل مع دوامة العنف في البلدان التي تتمركز هذه القوات فيها، بالأخص في الدولتين التي نتحدث عنهما في الصومال وفي مالي. هل التصاعد في العنف ضد قوات حفظ السلام هو دافع رئيسي وراء إنهاء بعض البعثات مؤخرا؟ يعني في تقديري الشخصي إنه يعني عندما يعني نحاول أن نقوم يعني بإعداد يعني رؤية تقييمية حول عمل هذه البعثات، سنجد إنه هذه البعثات لها نقاط قوة أو نقاط إيجابية ولها نقاط أخرى يعني تحتاج إلى تحسين أو تطوير. يعني على الرغم من انه بعثات الامم المتحده المنتشره في كل يعني الدول الافريقيه، نحن لدينا الان 6 بعثات يعني لحفظ السلام تابعه للامم المتحده منتشره في القاره الافريقيه. هذه البعثات في مجملها نجحت في يعني تحسين يعني الاوضاع الامنيه وتقليص التهديدات الارهابيه بشكل نسبي وليس بشكل مطلق.
لكنها تعثرت في مهمة أنا أعتقد أنها المهمة الأكثر يعني صعوبة، وهي مسألة إعادة هيكلة قطاع الأمن والدفاع الداخلي في الدول التي تنتشر في إطار هذه البعثات. يعني في مالي لم تنجح بعثة الأمم المتحدة في إعادة هيكلة هذا القطاع. هذا القطاع هو الذي من المفترض أن يتحمل المسؤولية في مرحلة ما بعد مغادرة. لماذا لم تنجح؟ لم تنجح لأنه يعني هناك العديد من الإشكاليات والإجراءات التي يعني تعيق ذلك على الأرض. من ضمن هذه الإجراءات مدى تعاون الدولة المستضيفة مع قوات البعثة. في كثير من الأحيان يعني يغيب التعاون الوثيق بين يعني قوات بين القوات الأممية وبين حكومة الدولة المستضيفة، نظرا لوجود تعارض في منظومة الأهداف والمصالح التي تجمع الطرفين، وهو ما قد يجعل يعني حكومة الدولة المستضيفة في بعض الأحيان تنظر إلى القوات الأممية على اعتبار أنها يعني طرف خارجي منبوذ وينبغي أن يتم التخلص منه سريعا بدلا من أن يتم الاستفادة من مما يقدمه من برامج لإعادة الهيكلة للقطاع. إذن مرة أخرى هي تساوي ما بين القوات الأجنبية على سبيل المثال القوات الفرنسية التي تواجدت في مالي والقوات الأممية التابعة للأمم المتحدة. نعم يعني في حالة مالي كما يعني كما ذكرت حضرتك منذ قليل، يعني الفكرة بالنسبة للحكومة المالية أن هناك بديل للقوات الأممية الآن. يعني الحكومة المالية يعني وثقت العلاقات مع مجموعة فاغنر الروسية، وهذه المجموعة يعني لديها اتفاق يعني منذ أواخر العام 2021 مع الحكومة المالية. بموجب الاتفاق بيتم إرسال مجموعة من الخبراء العسكريين الروس لتقديم التدريب ل يعني الجانب المالي. بالتالي يعني لن يكون هناك يعني لن يكون هناك فراغ أمني من وجهة نظر الحكومة المالية، بل على النقيض من ذلك سوف تشغل هذا الفراغ قوات عمل أو مجموعة عمل فاغنر التابعة لروسيا. من وجهة نظرك هل فاغنر كانت سببا في هكذا مشهد؟ نعم يعني أنا أعتقد أنه في حالة مالي تحديدا التي نتحدث عنها، يعني أحد أهم العوامل الدافعة للحكومة المالية للمطالبة بإنهاء عمل بعثة المينوسوما في مالي تابعة للأمم المتحدة هو مسألة الاعتماد على العلاقات الوثيقة مع روسيا وتحديدا مجموعة فاغنر ل يعني تولي المسؤوليات الأمنية في الدولة منذ أواخر العام 2021. هذا الأمر كما ذكرنا أدى لإنهاء ومغادرة القوات الفرنسية في أغسطس من العام الماضي، وأدى إلى مغادرة قوة تاكوبا التابعة للاتحاد الأوروبي في مراحلها الأولية، وأدى لأنه فرنسا اتخذت قرارا بإعادة تمركز قواتها في النيجر بدلا من مالي. أعتقد أنه يعني من ضمن أيضا العوامل المحفزة بالنسبة للحكومة المالية لاتخاذ هذا القرار هو محاولة يعني تقليص حجم الوجود الغربي بصفة عامة في مالي، وهذا الأمر يأتي في إطار يعني معادلة صعبة للتنافس الدولي المحتدم في منطقة الساحل. نحن نتحدث عن دول الجي 5 أو دول مجموعة الخمس في الساحل، وهي مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. تحديدا المنافسة محتدمة لأن النفوذ الفرنسي التقليدي تراجع في هذه الدول لصالح النفوذ. طيب على ذكر النفوذ الفرنسي اسمح لي أن أذهب إلى فرنسا إلى باريس وضيف الكريم من هناك الأستاذ علي. أستاذ علي، بعض التقارير والخبراء أيضا يلقون باللائمة في هذا الفشل الواضح على التفويضات التي تحصل عليها قوات حفظ السلام الأممية التي تقيد الأنشطة الخاصة بها في البلدان الأفريقية، هل تتفق معهم؟ أستاذ علي ضيفي من باريس، أستاذ علي المرعبي. معك معك معك. نعم معك. أتحدث عن أن هناك بعض التقارير وأيضا الخبراء ألقوا بالفعل باللائمة على فشل القوات الدولية الموجودة مثلا في مالي على التفويضات التي تحصل عليها هذه القوات، قوات حفظ السلام الأممية التي تتقيد الأنشطة الخاصة بها في البلدان الأفريقية، هل تتفق معهم؟ أنا يعني دائما أؤكد أن القوات الدولية عندما تأتي
تأتي من أجل المصالح الدولية وليس من أجل حماية هذا الشعب أو الاستقرار في هذه الدولة. ماذا تعني بالمصالح الدولية؟ مصالح خاصة أم مصالح عامة للمجتمع الدولي؟ مصالح خاصة تعني الدول الكبرى من خلال استغلال الثروات الطبيعية ونهب خيرات هذه البلاد، وآخر همها هو الاستقرار الفعلي. وجميع تجارب البعثات الأممية يعني أنا بعتقد أنها كانت إلى حد كبير فاشلة، وهذا من خلال دروس التاريخ. حتى أيام البوليس الدولي في سيناء قبل حرب 67 كانت مهمة فاشلة ولغرض تكريس واقع ميداني على الأرض بعد عدوان 56 على مصر. عندنا في لبنان بعد الغزو الصهيوني لبيروت عام 82 وأخراج قوات المنظمة التحرير الفلسطينية، وأتت بعثة القوات المتعددة الجنسيات أيضا لتكريس واقع معين يخدم المصالح الدولية ويخدم الأجندات الدولية ولا علاقة له باستقرار الوضع لا في مصر ولا في لبنان. إذن جميع تجارب الأمم المتحدة أو القوات الدولية أو المتعددة الجنسيات تحت أي صيغة أتت هي تأتي من أجل المصالح الدولية وليس لحساب الشعوب في هذه وما المناطق. المصالح الدولية مثلا في مالي، يعني نحن نتحدث عن موارد شحيحة للغاية تسببت في نزاع ما بين القبائل التي تتواجد في هذه المنطقة، ما المصالح الدولية في هذه المنطقة؟ يعني مالي أول شيء مش مواردها شحيحة، وهي تمتلك حضارة عريقة جدا، وأيضا هي لها علاقة بالوجود الجيوبوليتيك في المنطقة ككل. وكما أشار ضيفك قبل أن الوجود الروسي هو ليس حديث العهد في هذه المنطقة، هو منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وغالبية في جيوش كتير غالبية أسلحتها هي أسلحة روسية أو سوفيتية. إذن هو الصراع على مناطق النفوذ سواء بسبب خيراتها الطبيعية أو بسبب موقعها الجيوبوليتيك هي بتخلي فيها أطماع دولية. يعني فرنسا وجودها في القارة السمراء التي تراجع جدا بالفترة الأخيرة هي نتيجة الأخطاء السياسية لفرنسا في القارة السمراء، وهذا ما أدى إلى تراجع النفوذ الفرنسي. هل أخطاء سياسية أم دخول فاغنر كبديل لفرنسا؟ طيب أعود مرة أخرى إلى ضيفي من مقديش في الصومال الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، البعض يقول إن الحكومات أحيانا تعرض بعثات حفظ السلام إلى الخطر، خاصة مع السماح بمشاركة ميليشيات أو عناصر شركات أمنها كما ذكرنا فاغنر الروسية، أو عدم تمكنها أصلا من حفظ الأمن وغياب عملية سياسية. ما تعليقك على هذا الأمر؟ لا، الخطر أصلا كان موجود في البلد، يعني ليس بمعنى أن قوات الأممية لما تذهب إلى بلد أنه تكون تذهب البلد والبلد مفروش بورود، بل مفروش بالخضر، فلهذا أصلا هي ذهبت. لكن الذي يحصل هو أن التكتيكات والتحركات العسكرية الأممية هي لا يوافق أبدا مع الخضر الموجود ومع البيئة المحيطة في البلد الذي ذهبوا، مثل بلدان الإفريقية ومثل الصومال. فمثلا الصومال هي تحتاج إلى قوات أكثر تحركا وكذلك أكثر مرونة، من حيث إذا طابقنا يعني بالقوات الأممية القوات الإفريقية الموجودة حاليا في البلد. فلهذا نرى مثلا أنه الصومال حاليا الذي حصل في هذه السنة والتي نجحت حقيقة هذه الحكومة الموجودة أنه هي استعانت الميليشيات القبلية، وهو ما سموه مع وسلي، وهذه الميليشيات هي بخفة السلاح التي تحملها وكذلك بمرونة الحركة التي لديها ساعدت مع الجيش أنه هي تسيطر مع ببلدان كثيرة واسعة وأقاليم حررت كاملا، يعني مثل إقليم الشبه الوسطى على يد هؤلاء الميليشيات مع الجيش الصومالي.
لما بعض الحكومات الإفريقية تستعين بمثل شركة فاغنر ومثل شركات أخرى، هي تستعين، ممكن هي رأت لمصلحتها بأنها تحتاج إلى مثل هذه الشركات التي يعني جيشها أكثر مرونة من جيش الأممية. وهناك نقطة أخرى خليني أضيف لك، وهو أن القوات الأممية لا تستطيع الحكومات الإفريقية أن يعني تحاسبهم وكذلك أن تشارك معهم ما يفعلونه، فلهذا هناك علاقة جامدة بين الحكومات الموجودة وبين القوات الأممية الموجودة، فهذه العلاقة الجامدة هي حصيلة ما يحدث ببعض المرات، وخلينا أقول أيضا كثيرة أيضا، من أن الحركات المسلحة تدخل في مكان يوجد فيه قوات أموية فتقتلهم عن بكرة أبيهم، تقتلهم أكثر من 200، أكثر من 100، ربما العدد يصل يعني إصلاح التعبير. وهذا هو يعني ما يظن العالم، أن أن الحكومات الإفريقية تعرض خطر للقوات الأممية بعض المرات، بل يعني الحقيقة كما قلت لك أخي. نعم، ضيوف الكرام ومشاهدي الكرام، أستسمحكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ملف اليوم. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في ملف اليوم، والحديث عن انسحاب القوات الدولية من مالي والصومال. وعودة مرة أخرى إلى ضيوف الكرام، وأذهب إلى القاهرة والدكتور زكريا. دكتور زكريا، ما الذي دفع الحكومة الصومالية إلى اتخاذ هذا القرار، قرار سحب القوات الأفريقية؟ ما كواليس التوصل لتلك العملية من وجهة نظرك؟ يعني اعتقد انه يعني القرار في الاصل موضوع له اطار زمني لخروج البعثه من قبل الاتحاد الافريقي. نحن بنعلم انه يعني بعثه الاتحاد الافريقي في الصومال بدات يعني تحت مسمى بعثه الاميسوم في العام 2007، ثم في العام الماضي في العام يعني 2022 يعني تحولت هذه البعثة من بعثة الأميسوم إلى بعثة الأتميس، وهي بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وكان موضوعا يعني تصور زمني إلى أن تخرج هذه البعثة مع يعني العام 2024. لكن كما نعلم انه عمليه يعني سحب القوات سواء تابعه للامم المتحده او تابعه للاتحاد الافريقي يجب ان يعني تخضع لجدوله، جدوله زمنيه او وضع يعني اطار زمني. هذا الاطار الزمني يشمل على مجموعه من المراحل الزمنيه، في كل مرحله بتخرج مجموعه من القوات الى ان يكتمل تمام الخروج لكل القوات مع بدايه العام 2024. وبالتالي فهناك تنسيق بين الحكومة الفيدرالية الصومالية من جانب وبين الاتحاد الإفريقي يعني، وهذا الأمر هذا التنسيق قد يذهب بنا إلى سؤال آخر. هل الجيش الصومالي أو القوات الحكومية الصومالية التي أعلنت حربا شاملة على الإرهاب، جمع يعني حركة الشباب الإسلامية هناك أو الإرهابية هناك، هل هي قادرة بالفعل على المواجهة بعيدا عن القوات الإفريقية؟ يعني بكل تأكيد يعني هناك العديد من التحديات التي سوف تواجه يعني قوات الأمن الوطنية في الصومال في يعني التقليص الكامل للتهديدات والمخاطر الإرهابية، خاصة أننا نتحدث عن جماعة إرهابية ليست عادية. نحن نتحدث عن حركة الشباب المجاهدين، مصنفة من بين أخطر 3 جماعات إرهابية يعني وفقا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر في العام 2023. هي من بين أخطر 3 جماعات إرهابية الآن في العالم. صحيح قوات الأمن الصومالية تطورت كثيرا يعني خلال يعني السنوات الماضية نتيجة للاستقرار التدريجي في شكل وبنية النظام السياسي في الدولة، ولكن على الصعيد الأمني ما زال هناك العديد من التحديات. نحن نعلم أنه يعني السيطرة على العاصمة مقديشيو ليست هي القضية، القضية
في يعني أطراف الدولة. يعني الجماعات الإرهابية دائما يعني ما يكون لديها يعني سيطرة ولديها يعني اتساع في نطاق تنفيذ العمليات الإرهابية خاصة على الأطراف بالنسبة لأي دولة أو على المناطق الحدودية مع الدول، لكنها قامت أيضا بعدد من العمليات في العاصمة نفسها، في العاصمة مقديشيو، منها الفندق. نعم صحيح، يعني نحن نتحدث عن يعني صعوبة الأمر أكثر في السيطرة على العمليات الإرهابية في المناطق اللي هي تقع على أطراف الدولة. يعني إذا كانت العاصمة بتشهد يعني كما تفضلت حضرتك عمليات إرهابية وهناك صعوبة في السيطرة على هذا الأمر داخل أرجاء العاصمة، فما بالنا بالسيطرة على هذه العمليات الإرهابية على أطراف الدولة. نعم. التحدي اللي أنا أعتقد أنه هو من التحديات يعني الهامة للغاية هو يعني مسألة هيكلة قطاع الأمن والدفاع التي تحدثنا عنها بالنسبة لحالة مالي أيضا. هل قطاع الأمن والدفاع الآن الصومالي وصل إلى مرحلة يستطيع أن يتحمل المسؤولية الكاملة بعد خروج بعثة الاتحاد الإفريقي، أم سيحدث فراغ أمني وسوف تستغل حركة الشباب المجاهدين في توسيع رقعة العمليات الإرهابية، خاصة أن هناك حاضنات شعبية في بعض المناطق لحركة الشباب المجاهدين، هناك دعم شعبي أو ما يمكن أن نسميه حاضنات شعبية لحركة الشباب المجاهدين خاصة في المناطق الريفية، المناطق غير الحضرية البعيدة عن المناطق المركزية في الصومال. اسمح لي أن أذهب بهذا الأمر إلى ضيف الكريم من الصومال من مقديشيو السيد ياسين سعيد. ضيفي من القاهرة تحدث عن أن هناك حاضنات شعبية في عدد من المناطق الريفية لحركة الشباب الإرهابية في الداخل الصومالي. هل الجيش الصومالي أو قوات الأمن الصومالية قادرة بالفعل على مواجهة هذه الحركة بعد انسحاب القوات الإفريقية أم لا من وجهة نظرك؟ الجيش الصومالي يعني يمكن أن يكون من الصعب أن يملأ فراغ قوات أتمس، لكن برأيي الجيش الصومالي قادر ذلك إذا وجد الدعم الدولي وكذلك توفير التدريبات والتجهيزات والدعم المالي والفني ليتمكن على ذلك. وهناك مخاوف. طيب الدعم الدولي، هل الهجمات أو هل الضربات الجوية الأمريكية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على حركة الشباب الإرهابية، هل هذه تساعد أيضا أم تريدون الأكثر؟ هو من ضمنها، لكن قصدي الدعم الدولي هو رفع حظر السلاح وكذلك توفير الدعم المالي وهو الأهم، والفني والتدريبات. فهناك مخاوف أن الصومال سيحصل مثل ما حصل السيناريو الذي حصل في أفغانستان، وهو أن ما كان يعني ساعد العالم أن الصومال يعني تبني جيش فيكون بعد خروج أدمس يعني كبيت عنكبوت ويهدم سريعا، لكن هناك عدة أمور. وأعلق كلام ضيفك في النقطة الأخيرة، وهو أن الصومال فيها يوجد مكون قبلي، وهذا المكون القبلي لا يساعد حركة الشباب. فهناك قبائل كثر وقبائل كبيرة في البلد أعلنت رفضها التام لحركة الشباب وحارب. إذن لا تتفق معه على أن هناك حاضنات شعبية في الريف الصومالي تساعد حركة الشباب الإرهابية؟ لا، التأييد الشعبي لحركة الشباب حاليا أستطيع أن نقول ضئيل جدا جدا. فالأماكن الريفية التي يوجد فيها حركة الشباب التي تسيطره، نعم هناك تأييد نسبي لهم بما أنهم من يسيطر المكان، فماذا يفعل المواطن المسكين إلا أن يؤيد ظاهريا. لكن بالنسبة أن التأييد الشعبي الكامل الذي تحتضنه الدولة الصومالية ورغبة الشعب الصومالي حاليا أن يبني دولته من جديد، فهذا شيء لا يضاهيه أبدا. فالآن قبل أيام 1 يوليو وقع في الصومال يعني 63 عاما من الاستقلال، يعني الشعب ذهب إلى نادي مقديشو الدولي بآلاف مع رئيسهم مع الوزراء
فهذا يعني ما كان يحدث في الصومال قبل سنوات قليلة. وهناك أيضا تغيير كبير، وهو أن الصومال حاليا دولة فدرالية، فهناك حكومات ولاية. هذه الحكومات الولاية فالآن يعني الدولة تحت يد الشعب، إما أن يكون موجودا في الأقاليم وإما أن يكون موجودا في العاصمة. فإذا هو موجود في الأقاليم هو الآن ينتمي إلى حكومة ولاية ويريد أن يحتفظ بهذه الولاية الحكومة وبهكذا. فلذلك الآن أستطيع أن أقول يعني التأييد الشعبي لحركة الشباب الآن قليلة جدا، والجيش الصومالي حاليا هو ضرب مع الشباب في السنوات الأخيرة بوحده مع دعم الميليشيات بغير قوات أتمس، وهذا يعني أن الجيش الصومالي الآن مختلف تماما بمراحله السابقة، وهو أنه يستطيع الآن بأن يتمكن ويملأ فراغ قوات أتمس إذا وجد دعم دولي بما قلت ما أشرت إليه، وكذلك دعم مالي وفني وتوفير التدريبات ورفع حذر السلاح، وهذا هو مهم جدا. طيب سيد ياسين، اسمح لي أيضا أن ينضم إلي ضيف كريم من باماكو، من العاصمة المالية باماكو، السيد علي كونتا. أهلا بك سيد علي، معنا في ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية. وسيد علي، اسمح لي أن أسألك في البداية عن لماذا تدافع السلطات الانتقالية في مالي عن قرار إنهاء عمل بعثات حفظ السلام الدولية في مالي؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أولا يعني الحكومة الانتقالية الحالية يعني بعد عدة مطالب وبعد عدة انتقادات وجهتها إلى هذه البعثة الأممية طلبت بإنهاء عمله، خاصة أن هذه البعثة يعني جاءت لحفظ عمليات السلام ولحفظ اتفاقية السلام والمصالحة التي وقعتها الحكومة المالية مع الحركات المسلحة. لا توجد أي عمليات عدائية أو لا توجد أي مناوشات أو حروب ما بين الحركات المسلحة وما بين الحكومة، وإنما توجد عمليات قتالية ومعارك ما بين قوات الجيش المالي وما بين الجماعات الجهادية. فقوات حفظ السلام هذه لا تتدخل لا من قريب أو من بعيد في عمليات القتال التي يعني تستهدف. لا تتدخل من قريب أو من بعيد، لكن قتل منها حتى الآن 174 فردا من على يد الجماعات، بالتأكيد الجماعات الإرهابية. نعم، وهذا يؤكد ما طالبت به الحكومة المالية بأن يتم تغيير صلاحيات هذه البعثة، بدل أن تكون لحفظ السلام أن تكون بعثة أي أن تكون فيها قوة مخصصة لمحاربة الإرهاب. وهذا ما طالب به حتى الأمين العام للأمم المتحدة، طالب به مجلس الأمن، لكن هذا الطلب لم تتم الموافقة. تريدونها قوات تحارب إلى جواركم وليس فقط لحفظ السلام. نعم، تريدونها قوات تحارب إلى جواركم، تحارب الجماعات الإرهابية إلى جوار الجيش المالي وليس فقط قوات لحفظ السلام. بالضبط بالضبط بالضبط. نعم، وهذه القوات طبعا هي المرات القليلة في تاريخ الأمم المتحدة أن تحارب بجوارها قوة أجنبية، مثلا القوات الفرنسية التي كانت موجودة، قوة برخان، هذه كانت تحارب الإرهاب بجوار القوات الحكومية النظامية. طيب، وهنا السؤال أيضا، إذا كانت القوات الفرنسية تحارب الإرهاب إلى جوار القوات المالية، لماذا أيضا أمرتم بإخراج القوات الفرنسية؟ القوات الفرنسية يعني قامت بعمل العديد من الانتهاكات في يعني خصوص القيادة الوطنية، ورأت الحكومة المالية بضرورة إنهاء هذا العمل، لأن الحكومة التي تم الانقلاب عليها كانت حكومة متساهلة وتساهل في كثير من الأمور. مثلا تخيلوا أن الغطاء الجوي لم يكن مسموحا للجيش المالي بأن يفتح جميع مناطق البلاد. مرة أخرى يا فندم، لم يكن مسموحا في القطاع الجوي، لم يكن مسموحا للقوات المالية ماذا؟ أن تذهب إلى جميع أنحاء البلاد. أها، مثلا في بعض المناطق حينما يريد الجيش المالي التواجد هنالك، القوات الفرنسيه تقول له انها منطقه
فيها حرب حاليا أو منطقة فيها معارك قتالية فلا ينبغي لكم التواجد في هذا المكان، اذهبوا من المكان الآخر أو هكذا. فالحكومة الانتقالية وضعت حد لهذا، قالت أنه لا يمكن لأي شكل من الأشكال في على التراب المالي أن تكون هنالك قوة أخرى تأمر وتقول بأن يعني يدخل قوات من هذه الجهة أو لا يدخلون. والدليل الأكبر على ذلك، الدليل الأكبر على ذلك هو عدم دخول القوات النظامية إلى مدينة كيدال في شمال مالي، حينما تم تخليص جميع الأقاليم والمدن الشمالية من أيدي الجماعات المسلحة الإرهابية. وقف الجيش الفرنسي توجه الجيش المالي رافضاً إياه دخول مدينة كيدال بعد أن دخلوا تنبكتو سوياً، بعد أن دخلوا مدينة داو سوياً، بعد أن دخلوا ميناكا سوياً، لكن حينما وصلوا إلى كيدال منعوهم من ذلك. رأيتم؟ ففي عهد الحكومات السابقة كان هذا ممكناً، يعني الحكومات السابقة كانت تستاهل هذا الموضوع. أما الحكومة الانتقالية الحالية قالت لا يمكن ذلك، لا يمكن أن نسمح بالعبث في بما تعتبره سيادة وطنية. وضح بالتأكيد وجهة النظر. أشكرك شكراً جزيلاً الكاتب الصحفي المالي السيد علي كونتا، كنت معي من باماكو في مالي. أذهب إلى باريس والأستاذ المرعبي من هناك، كيف رأيت أو كيف استمعت لكلمات ضيف الكريم من باماكو؟ سيد المرعبي هل تسمعني؟ طيب أتوجه إلى القاهرة وضيف الكريم من هناك الدكتور محمود زكريا. دكتور محمود، كيف استمعت إلى ضيف الكريم من مالي الذي يتحدث عن أنهم لا يريدون قوات لحفظ السلام لكن قوات لتحارب الإرهاب إلى جوار القوات المالية؟ يعني دعنا يعني نشير إلى أمر يتعلق بمسألة يعني مطالبة النظام الحاكم في مالي خروج القوات الفرنسية في مطلع العام الماضي. هذا القرار جاء يعني نتيجة وصف النظام الحاكم في مالي، عفوا نتيجة وصف فرنسا للنظام الانتقالي الحاكم في مالي بأنه يعني نظام يعني قام بالاستيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكري وأنه بمثابة نظام غير شرعي، وبالتالي يعني بدأت تخرج يعني مظاهرات واحتجاجات شعبية في بعض المناطق في مالي في بداية العام الماضي تطالب بضرورة إنهاء ما يسمى بالاستعمار أو الاحتلال الجديد. كما نعلم أن الاحتلال في صورته القديمة مرتبط بالوجود العسكري على الأرض، وهذا الاحتلال يعني انتهى بشكل تدريجي بدءا من مطلع الستينات من القرن الماضي. أما الاستعمار الجديد معناه يعني الاستعمار في صورته الاقتصادية من خلال السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية، أو الاستعمار الثقافي من خلال يعني طمس الهوية الإفريقية لصالح هوية المستعمر القديم. وبالتالي يبدو أنه على المستوى الشعبي كان هناك رفض لاستمرار مشاركة فرنسا في إطار عملية برخان التي بدأت في العام 2014. هذا الأمر دفع النظام الحاكم في مالي نتيجة أيضا توتر العلاقات مع فرنسا التي وصفت هذا النظام بأنه نظام غير شرعي. كلا العاملين دفع في اتجاه التعجيل بأنه فرنسا تعلن في إطار القمة الفرنسية أو القمة عفوا الأوروبية الإفريقية في فبراير من العام الماضي أن تعلن انسحاب كل القوات الفرنسية سواء المشاركة في إطار عملية برخان وكان عددها نحو 5000 عنصر فرنسي، أو المشاركة في إطار القوة الأوروبية المعروفة باسم تاكوبا، على أن يتم إعادة تموضع القوات طيب. الفرنسية. دكتور زكريا، إذا عدنا مرة أخرى إلى ضيفي الكريم من مقديشو السيد ياسين، كان قد تحدث عن تخوف من أن تتحول الصومال إلى أفغانستان جديدة. إذا عدنا إلى مالي مرة أخرى نجد أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى تعاون كامل من الحكومة الانتقالية في مالي من أجل تنفيذ انسحاب منظم وآمن لقواته الدولية الموجودة هناك خلال الأشهر المقبلة. هل هناك قلق من أن يتحول عدم التعاون أو هناك هرج ومرج وقت الانسحاب مثل ما حدث للقوات الأمريكية في كابول بأفغانستان؟ حقيقة يعني هذا مخاوف، يوجد هذه المخاوف بما أنه يعني يحدث انسحاب وكذلك يحدث فراغ عسكري ببعض المناطق التي كانت تسيطر هذه القوات الأممية
من يملأ بصورة سريعة وباستراتيجية منظمة. فهذه المخاوف يوجد في مالي وكذلك يوجد في الصومال إذا انسحبت، لكن ترى أن الصومال حاليا أكثر منظما، وحاليا بدأت القوات الأتمس أن تنسحب، وانسحبت بتقريبا 7 مناطق عسكرية وملأها الجيش الصومالي بصورة منظمة ولم يحدث هناك أي شيء. والصومال يعني كنت أريد أن أقول الصومال يعني مختلف عن أفغانستان ب4 أمور، وهو يعني الجيش الصومالي حاليا هو يعني جيش له قضية، وكذلك أيضا هذا الجيش يعني ينتمي إلى الشعب بصورة يعني دقيقة جدا، فترى أن الشعب يؤيد، وكذلك الجيش أيضا يريد الشعب، ويعتقد أنه من الشعب، وبدون الشعب لا يوجد هناك. وكذلك أيضا يساعد المكون الضائفي، فهناك بعض الطرق يعني كانت تسيطر أماكن وحاربت مع الشباب وهزمت، فقبل يعني أن تسيطر القوات أدمس هذه الأماكن. وكذلك يساعد المكون القبلي، كنت أريد أن أقول لك القبائل يعني حاليا تحارب مع حركة الشباب، فهذه القبائل هي الآن سد منيع، يعني بدون قوات الأمم الإفريقية وبدون نتمنى كل هذه بالتأكيد أن الأشياء هي يستتب سد الأمن منيع. والاستقرار في الصومال وأيضا في مالي وفي باقي الدول. أشكرك بالتأكيد، شكرا جزيلا ضيفي الكريم من مقديشو بالصومال السيد ياسين سعيد الكاتب الصحفي الصومالي، كما أشكر ضيفي الكريم من القاهرة الدكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ومن باريس كان معي السيد علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي، ومن باماكو كان معي أيضا الكاتب الصحفي المالي علي كنت. أشكركم شكرا جزيلا، والشكر بالتأكيد موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا على طيب المتابعة، هذه تحياتي كمال ماضي، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر، في أمان الله.